افتتح وزير الخارجية اليمني رياض ياسين بمدينة عدن وزارة الخارجية بعد وصول الرئيس هادي إلى عدن، حيث يعتبر ذلك تنفيذاً لقرار الرئيس اليمني بنقل كافة وزارات الدولة وسفارات الدولة الخارجية إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن. عودة الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي قبل أيام إلى عدن حملت العديد من الدلالات، خاصة وأنها تزامنت مع إطلاق رصاصة بدء معركة تحرير تعز، وهو ما يشير إلى الأهمية الكبرى التي توليها الرئاسة لهذه المعركة وما سيترتب على نتائجها عسكريا وسياسيا. وفور عودته أمر الرئيس هادي الحكومة بترتيب أوضاعها والعودة إلى ممارسة أعمالها ومهامها من عدن. وزارة الخارجية وبعد ساعات من صدور توجيهات الرئيس، دشر وزيرها الدكتور رياض ياسين حفل افتتاح مقرها الجديد في مدينة المنصورة. من هنا ستمارس الحكومة اليمنية أعمالها الدبلوماسية، خطوة تسبق وبحسب مراقبين عودة وشيكة لممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية إلى عدن. تدشين وزارة الخارجية من داخل عدن مرحلة جديدة تتطلب كثير من العمل والجهود التي بالتأكيد سيبذلها العاملين الدبلوماسيين المتواجدين. نحن نجدها أيضا فرصة أن نرحب بالدبلوماسيين الآخرين في مناطق اليمن المختلفة أن يأتوا للعمل من هنا، من أجل أن يكون العمل الدبلوماسي مواكب للعمل السياسي، مواكب أيضا لمرحلة إعادة الأمن والاستقرار، لمرحلة إعادة البناء والتنمية والإعمار. الخطوة تأتي ضمن حزمة قرارات وإجراءات ستنفذها الرئاسة والحكومة اليمنية ضمن عمليات استعادة الدولة من بين يدي ميليشيات الانقلاب، كما أن الخطوة تدل بوضوح على أن الرئيس هادي عاد هذه المرة وهو يحمل رؤية واضحة على الصعيدين العسكري والسياسي. أدعو طبعا أن تأتي المنظمات الدولية لزيارة عدن، أن يأتي كل المسؤولين، ومن ضمنهم أيضا أدعو الأخ المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أن يأتي إلى زيارة عدن. وهي أيضا إشارة بينة على أن عدن المحررة منذ أشهر باتت مدينة آمنة، ولا يوجد ما يمنع الحكومة والسلطة الشرعية وحتى السفارات والبعثات الدبلوماسية من اتخاذها عاصمة للبلد حتى استعادة صنعاء والقضاء على الانقلاب. افتتاح مقر لوزارة الخارجية اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن تعد خطوة أخرى نحو استعادة الدولة ومسمارا آخر في نعش انقلاب بات يحتضر على جميع الصعد. لقناة الإخبارية صلاح بن الأغبر، عدن.